الشركات أصبح قوياً بشكل جنوني، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي السرية أصبحت قادرة على تسيير عملية صناعة المحتوى دون تدخل بشري. ببساطة، كابكات يمتلك ميزات ذكاء اصطناعي تسمح لك بإنشاء فيديوهات كاملة ببضع نقرات فقط، وبصراحة هذا كنز ذهبي. فقط انظر إلى هذه القناة على يوتيوب التي تنشر مقاطع قصيرة بسيطة عن حقائق تاريخية. تمكنت هذه القناة من جذب أكثر من 300 ألف مشترك عبر 22 فيديو فقط، وكل فيديو منها يحقق ملايين المشاهدات. مجال التاريخ لا يفقد جاذبيته أبداً، فالجمهور يشاهده باستمرار، مما يجعله خياراً مثالياً لإنشاء محتوى تلقائي على اليوتيوب. الجميل في الأمر أنه في السابق كنا نحتاج لعدة أدوات لصناعة فيديو واحد: شات جي بي تي لكتابة سكريبت، وليوناردو لتوليد الصور، وإليفن لابس للتعليق الصوتي، إلى جانب أدوات أخرى لتحرير الفيديو. أما الآن فكل ما تحتاجه هو تطبيق كاب كات فقط. الخطوة الأولى تحميل كاب كات وتفعيل الذكاء الاصطناعي. حمل تطبيق كاب كات، فجميع الروابط موجودة في الوصف. افتح التطبيق وستجد ميزة جديدة بعنوان صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي. بمجرد النقر عليها ستدخل إلى واجهة جديدة، وهنا يبدأ السحر. يوجد أربع أدوات رئيسية يمكنها إنشاء فيديوهات خلال دقائق معدودة، وإذا شعرت بأن الخيارات المتاحة غير كافية، توجه إلى موقع كاب كات، ثم انقر على تبويب أدوات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف جميع الميزات في مكان واحد. كاب كات لا يقتصر على صناع المحتوى فقط، بل يستخدم أيضاً في مجالات عديدة مثل الرسوم المتحركة، العلوم، التسويق، الأخبار، الشروحات التعليمية وغيرها. الخطوة الثانية اختيار فكرة الفيديو. انقر على خيار توليد الأفكار باستخدام الذكاء الاصطناعي. اكتب فكرة عامة لموضوع الفيديو مثل قصة تاريخية. سيقوم كاب كات بعرض مجموعة من الاقتراحات. إذا لم تعجبك اضغط على اقتراح المزيد، وعندما تجد فكرة مناسبة انقر على اختيار. الخطوة الثالثة توليد السكريبت النص. اضغط على إنشاء السكريبت، حدد مدة الفيديو، ويمكنك إضافة ملاحظات توضح فكرتك أو الأسلوب الذي تريده، ثم انقر على توليد. سيتولى كاب كات كتابة سكريبت متكامل يتضمن مقدمة جذابة ومحتوى منظم وواضح. الخطوة الرابعة إضافة الصوت. اذهب إلى قسم المشاهد ثم اختر تبويب الصوت. اختر نوع الصوت الذي يناسب محتوى الفيديو، ثم اضغط على تطبيق على كل المشاهد. الخطوة الخامسة إنشاء الصور. افتح تبويب الوسائط ثم اختر توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. حدد الأبعاد 9-16 للفيديوهات الرأسية. اختر النمط البصري المناسب مثل النمط السينمائي، ثم انقر على تطبيق على جميع المشاهد. سيقوم كاب كات بإنشاء صور احترافية تتماشى مع محتوى كل مشهد. الخطوة السادسة التعديلات النهائية اليدوية. بعد هذه المراحل سيكون حوالي 75% من الفيديو جاهزاً. المتبقي هو تنفيذ بعض التعديلات مثل تنسيق الترجمة، إضافة موسيقى، إدراج التأثيرات البصرية. لتحكم أفضل من المفضل الانتقال إلى تطبيق كاب كات على الهاتف أو الكمبيوتر. اضغط على مزيد من التعديل، ثم افتح المشروع من قسم المساحة داخل التطبيق. الخطوة السابعة تحسين التفاصيل الترجمة. اختر خطاً مناسباً، أضف له حداً وظلاً، وفعل حركة مثل الارتداد للخارج. الموسيقى، ابحث في مكتبة الموسيقى باستخدام كلمات مفتاحية مثلاً تاريخ، ثم عدل مستوى الصوت. الانتقالات، استعمل تأثيرات مثل توهج ثلاثة أو السحب للداخل أو الانتقال من الأعلى للأسفل. المؤثرات الصوتية، أضف صوت كاميرا أو صوت تأثير عميق لتعزيز جو الفيديو حسب سياق الفيديو. إن كان الفيديو يتحدث عن مصر مثلاً، يمكنك إنهاؤه بموسيقى ذات طابع مصري. أنا الآن في المراحل الأخيرة من مونتاج هذا الفيديو، لكن لا تتسرع لأنني بعد قليل سأعرض عليكم التعديل النهائي الذي سيمنح الفيديو مظهراً احترافياً لا يقاوم. والأهم من ذلك، في نهاية الفيديو سأكشف لكم عن أداة ذكية ستسهل عليكم عملية المونتاج بشكل كبير وتوفر عليكم الكثير من الوقت والجهد. تابعوا حتى النهاية ولن تندموا. Ancient laws. Did you know these existed in ancient Rome? A woman could only be fined for being too ugly. The Roman Senate passed a law stating that women had to meet a certain beauty standard. If they didn't, they were considered a public nuisance,
and could be fined. Ancient Greek slaves could only eat their cucumbers chopped so they wouldn't please themselves. I mean, come on, this is just plain ridiculous. In ancient Sparta, it was illegal to own more than one wife. This was to ensure that all Spartan men would have access to women, because, you know, there weren't any birth control pills back then. The last one might surprise you. In ancient Egypt, the pharaoh's wife could only be buried with him if she passed a beauty test. If she failed the test, she was put to death. I mean, just imagine the pressure of having to look good for your husband. No wonder Cleopatra took it so serious. هذه العملية تستغرق بعض الوقت، لأننا نقوم بإنشاء الفيديو خطوة بخطوة، السكريبت، الصوت، والعناصر البصرية بشكل منفصل، لكن هناك طريقة أسرع بكثير، الفيديو الفوري بالذكاء الاصطناعي، إنه أسرع بكثير، والنتائج بنفس الجودة العالية. أولاً، اختر نمط الوسائط، أنا اخترت نمط الفيلم، ثم اختر نسبة العرض إلى الارتفاع، هذه المرة سأستخدم 16 على 9. من أجل مظهر مختلف. إذا كان لديك سكريبت بالفعل ألصقه هنا، وإذا لم يكن لديك اضغط على إنشاء سكريبت تماما كما في السابق. اكتب فكرة الفيديو، اختر شخصية الصوت، حدد مدة الفيديو، ثم اضغط على إنشاء. كاب كات سيستغرق من دقيقة إلى 3 دقائق لإنشاء الفيديو الكامل. قمت ببعض التعديلات اليدوية داخل كاب كات تماما كما في السابق. أضفت الترجمة، ثم الانتقالات، ثم الموسيقى الخلفية والمؤثرات الصوتية. لا داعي للبحث عن العناصر المناسبة. مكتبة كاب كات تحتوي على مئات المقاطع الموسيقية والمؤثرات الصوتية ومئات أنماط الترجمة الجاهزة، وهذه هي النتيجة. Crazy facts about ancient empires. The Roman Empire lasted for 500 years, but it was never continuous. It fell apart twice, in 235 AD and again in 476 AD. Thebes once assembled an elite military force consisting of 150 pairs of gay male lovers. They went undefeated in war. The last official civil war widow, Helen Viola, died in 2020. She was 92 years old. One of the most famous leaders of the Mongol Empire, Hulagu Khan, liked to keep pet monkeys. He would even take them with him on his military campaigns. People would rent them just for a single night to show off to fellow partygoers. For years, pineapples in the 18th century used to be rented as a symbol of wealth and power. انظر كيف تعامل كاب كات مع كل هذه التفاصيل. النتيجة مذهلة فعلا. والآن ميزة إضافية، يمكن لكاب كات توليد فيديوهات واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي. إذا كنت تدير قناة يوتيوب بدون إظهار وجهك أو تقدم محتوى صوتي فقط، اضغط على أداة الصور الرمزية، ستظهر لك واجهة بهذا الشكل، الصورة الرمزية لمشاهدته. انظر كم هذه الشخصيات واقعية. يمكنك أيضا تصفية الخيارات لاختيار ما يناسب محتواك. اخترت هذا الشخص. نقوم بتغيير الصورة الرمزية. بعد اختيار الصورة، اضغط على تعديل السكريبت، ثم الصق السكريبت في المكان المخصص. أنا أستخدم السكريبت الذي أنشأناه سابقا. اضغط على حفظ، ثم اختر نمط الترجمة. اخترت النمط الافتراضي، ثم صدر الفيديو. Crazy facts about ancient empires. The Roman Empire lasted for 500 years, but it was never continuous. It fell apart twice in 235 AD and again in 476 AD. One of the most famous leaders of the Mongol Empire, Hulagu Khan, liked to keep pet monkeys. He would even take them with him on his military campaigns. كاب كات يتطور بسرعة مذهلة. ما شاهدته هنا يمثل فقط 3 أدوات من مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة فيه. إذا كنت ترغب في اكتشاف المزيد، يمكنك طلب شرح إضافي في التعليقات. كاب كات متاح على الويب وعلى الهاتف والكمبيوتر. ربما تكون هذه الأدوات الذكية هي ما تحتاجه للارتقاء بمحتواك إلى مستوى أعلى. نراك في الفيديو القادم.